دي 3 دقايق اتفضل. أسمع فيهم قصيدة من أعمال عظيمة شهيرة مرتبطة بإبداع جمال بخيت، ولا أسمع فيهم آخر ما أنتج جمال بخيت؟ طيب أنا هقول لك يعني حاجة آخر ما أنتج، أحدث ما أنتج. من آخر ما أنتجت، بمناسبة إن إحنا طبعاً يعني في ظل الحدث العظيم طبعاً أكتوبر، فالأغنية الوطنية اللي هتسمعوها اسمها فجر الضمير، وطبعا بنهني الشعب المصري كله وبنهني القوات المسلحة بيوم من أعظم ويكاد يكون هو أعظم وأعظم أيام مصر، أيام مصر في العصر الحديث. فجر الضمير ما كانش فيه غير مصر يا ناس لما توجد للحب أساس، ما كانش فيه غير مصر عمار لما الندى باس الأزهار. الحب لما تسمى الحب، والنصر لما تسمى النصر، وأما النفوس حنت للرب، ما كانش فيه غير كلمة مصر. بالعقل غزلت، بالعقل غزلت أحلى قلوب، بالعقل غزلت أحلى قلوب، فجر الضمير من مصر أطل واتفتحت للحكمة ضروب، ولولاها كان العالم ضل. ربك خلق ابنها فنان، شاف صنعته سماه إنسان. الحب لما تسمى الحب، والنصر لما تسمى النصر، وأما النفوس حنت للرب، ما كانش فيه غير كلمة مصر. إحنا اللي عرفنا الدنيا معنى الزمن، بدايات وخلود. إحنا اللي عرفنا الدنيا معنى الزمن، بدايات وخلود، وفي السنة أو في الثانية عشنا لنور الحق جنود. النور هنا مدد وارتاح، والشمس غنت جميلة للفلاح. الحب لما تسمى الحب، والنصر لما تسمى النصر، وأما القلوب حنت للرب، ما كانش فيه غير كلمة مصر.